شرطين موجودين اللي هم صدر في شأنهم قرار. أولا أن في الشرط الثالث، الشرط الأول أن يكون الشخص بحريني، الشرط الثاني أن يكون إقامة دائمة في مملكة البحرين. نؤكد أنها يجب أن تكون دائمة وفعلية في مملكة البحرين، لأن باعتبار أنها دائمة مجرد أن يكون له عنوان يتحقق شرط الإقامة الدائمة، ولكن الفعلية هي التي تبرر أن استحقاق لهذا الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة من عدمه. فهي موجودة كدائمة إن بحيث أنه ينظر لها كفعلية. من الشروط معالي الرئيس أيضا موجود في الشرط الثالث ألا يكون له أو لها قريب مقتدر ملزم بالإنفاق عليها. أيضا معالي الرئيس يعني يا ليت يوضع في الاعتبار، قد يوجد الشخص في ظروف معينة وفي شخص ملزم بالإنفاق عليك، سواء كزوجة أو أبناء أو والدين بالمعنى اللي هو مقرر بموجب القانون هنا، من يلزم بأداء مثل هذه الأموال لأشخاص معينة بموجب القانون. يا ليت معالي الرئيس أن وزارة التنمية أيضا تضع في الحسبان صحيح هذا النص أن هناك من هو ملزم بالإنفاق ولكن ممتنع، هذا الملزم ممتنع، وبالتالي من الممكن أن يقدم الضمان الاجتماعي على سبيل التأقيت حتى يتم حل هذه المشكلة بالنسبة له، سواء باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته أو في صدور حكم يقضي بهذا الإلزام وتنفيذه من خلال محاكم التنفيذ. فيا ليت نأخذ أيضا في الضمان الاجتماعي اللي هو على سبيل التأقيت بأن يفرض لفترة معينة حتى تزول حالة العوز لهذا الشخص. طبعا مع الحق ان احنا في اشياء معينه قدمتها الدوله يعني في مثل هذا الانواع من الضمان، وكان لها ايضا حق الرجوع بما انفقته في مساله هذا الامور بالنسبه للمقتدر بهذا الانفاق. واستذكر على سبيل المثال صندوق النفقه عندما ايضا قررت السلطه التشريعيه بالتوافق مع الحكومه بحيث ان صندوق النفقه يقوم بالانفاق على من هو معسر أو ممتنع في حالات معينة بالنسبة للزوجة أو الأبناء، فكان من ضمن الصلاحيات المنصوص عليها هو حق الصندوق في الرجوع على من أدى بالنيابة عنه هذه النفقة لكي يكون له في استمرارية وديمومة، وأيضا لكي يمنع أن يتخذ يعني الامتناع أو الادعاء بالتعثر والتعسر سبب لعدم أداء الأمور لأصحابها فيما يتعلق في النفقة. أيضا معالي الرئيس ممكن يتبادر للذهن أن كيف، ما هي الفئات المحتمل أن هي تنشأ أو توجد حاليا؟ هي تعطى في مسألة كتفويض تشريعي أيضا وفق الدستور حتى يمنح للوزير المختص أن يرى إذا كان هناك فئات غير مشمولة من الفئات التسع المنصوص عليها في القانون، ويعرض ذلك أمام مجلس الوزراء لكي يتم شمولهم والاستفادة من مسألة الضمان الاجتماعي.